شوربه مشروم مع خرشوف. ازاي؟ هنشوف مع بعض ازاي. نحط بس البصلايه الاول مع الزبده مع فص توم، ونشوف مقاديرنا دلوقتي مع حضراتكم. عندي صدور فراخ شغاله على النار اهي. بعد كده مشروم وخرشوف، كزبره خضراء، توم، دقيق، مكعب مرق، بصلايه، عصير ليمون، بقدونس مفروم، كريمه لباني، زبده او زيت. طيب كده هنا ادي الزبده او الزيت نزلت مع فص التوم اهو شغال، وادي شويه الدقيق عشان ايه تعمل لي ليها شخصيه. وبعد كده هنا هنجيب ده، ادي الارتشوك مغذيه جدا ممتعه جدا، وتدفي في الشتاء، وتدفي في الشتاء اهو. وادي المشروم كده. ندي بقى هنا شويه الليمون ليه؟ عشان المشروم بتاعي ما يسودش. ادي شويه الليمون، لان المشروم والخرشوف بيسودوا بسرعه لما بيتفاعلوا مع ثاني اكسيد الكربون. حبيبي يا سيدنا محمد كده اقلب انا بقى هنا. اهو عند المشروم مع الخرشوف، بس عايز يتنمل كده شويه. ادي شويه ملح، شويه فلفل، وادي شويه الكزبره الخضراء اللي احنا اتفقنا عليهم. كده سنه زيت صغيره عشان تنمل معايا. نشيل بقى كل حاجة من هنا اهو. مش لسه عندنا الفراخ، هنقطعها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده حلقة جميلة جدا حقيقي، لأني شوية الشرب دول حلوين، وفعلا يسلم المخرج اللي هو فكر في هذا الموضوع وقال لي عايزين نعمل حلقة عشان الشتا داخل. طيب كده يبقى احنا نشيل كل حاجة، نقلب. لازم اموت البصلاية بتاعتي عشان ما تبقاش نية، هي كده كده هتستوي، بس بعمل لها ايه صدمة كده مع ايه فص التوم، مع حبة بسوي كده فيها الدقيق بتاع عشان ما تطلعش نية، بسوي الدقيق بتاعي عشان ما اطلعش ايه ني. طيب وكده عندي صدر الفرخه اهو اللي انا حطيته هنا ده، خليه يكمل سوا، احنا مش مستعجلين. بعد كده انزل بقى بالجمال ده كله المشروم مع الخرشوف. وادي الشوربه بتاعتي الجميله دي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. اوعى وشك والطريق اهو اهو، لسه هنديها كريمة لباني. نجيب الفراخ بتاعتي، نقطعها
مكعبات صغيرة. اهي قطعت صدر الفراخ هنا اهو، وعندي الشوربة بتغلي، عندي الشوربة بتغلي، ادي الكريمة اللباني. نقلب بسم الله الرحمن الرحيم. جديدة أوي المشروم مع الخرشوف، جديدة.